قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم استبعاد الحكام العراقيين وجميع الحكام الذين تتأهل منتخبات بلادهم إلى نصف نهائي كأس الخليج خليجي 24 في قطر. وبين رئيس لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي طارق أحمد أن الطواقم المتوفرة ستكون كافية خصوصا بعد وصول الطاقم الياباني الذي كان قد خضع للاختبارات البدنية والفنية في ورشة العمل الأخيرة التي أقيمت في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لافتا إلى وصول حكم من فرنسا وآخر من البرتغال للمشاركة في تحكيم تقنية الفيديو المساعد الفار، بيد أنه أصبح بالإمكان الاستعانة بهما كحكمي ساحة بعدما تجاوز الاختبارات التي خضع لها.